شنو المناسبة اليوم اللي درتو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. لكل شيء له أم، ابتدأنا بأم الكتاب، سورة الفاتحة إن شاء الله. هذا الموسم موسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة في رسول الله كما هو واجب شرعي لكل ما هو يدعى بمسلم. محبة الرسول أمر واجب شرعي في الله ورسوله، وهناك في هذا المجمع العظيم والمجمع الغفير في وسط مدينة كنيسة الزيتون الذي كان ترأس عليها الشيخ سيدي محمد بن عيسى 550 سنة وفاة الدراسة والقراءة في الذكر والأذكار ودلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار في مدينة كنيسة الزيتون، كما يضرب بمثال الشعبي لبعض لكثير من المغاربة، مدينة الزهاد كانت هي مدينة كنيسة الزيتون، وكان على رأسها الشيخ سيدي محمد بن عيسى، كما فتحت هذه الطريقة عدد من الطرق في من الدرقاوية والبوتيشية والمسلوبية وداسية عن السباني، كل هذه فتحت هذه الطرق على يدي وعزوبة الدار سيدي أبا الهوين المحجوب المسمى في كتاب المعزول لمختار السوسي بعزوبة الدار سيدي أبا الهوين المحجوب خادم الشيخ الكبير خادم الشيخ الكبير، وتتوافد كثير من الوفود من كل أنحاء أقطار المملكة المغربية، ونتمنى الله تعالى التوفيق لكل من قصد هذا الذكر وهذا الاجتماع، لأنه هو اجتماع المحبين، اجتماع الموردين، وتابع التابعين لمحبة رسول الله الكريم. والمقام ليس مقام تطويل، وإنما في هذه الظروف والتعب، المقام ليس مقام تطويل، وإنما قصدنا بعد التبركات في هذا المجال نظرا لصغيرنا واسعادنا في هذه اللحظه ان شاء الله.